جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذه أخت سائلة أرسلت مجموعة من الأسئلة من وادي الدواسر. السائلة ميم سين تقول: أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة على سؤالي. ما رأي فضيلتكم ما تقوم به بعض النساء في رمضان، حيث إنهن يأتين إلى المسجد ومعهن دخول أي طيب بحجة أنهن يطيبن القسم الخاص بهذا المسجد، مع العلم أن الرجال يأتون أيضا بطيب عود في كل الليالي إلى المسجد، وما واجب إمام المسجد حيال ذلك؟ مأجورين. لا يجوز للنساء استعمال الطيب عند الذهاب إلى المسجد، لا البخور ولا غير البخور، ولا يجوز لهن أن يطيبن المكان الذي يصلون فيه، لأن ذلك يعلق بهن، تعلق بهن رائحة الطيب وهن خارج بيوتهن، فلا يجوز هذا، ويجب التنبيه على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، يعني متبدلات، لسن متزينات ولا متعطرات. نعم.